ولكن يشرفني وجودي برفقة هذا الجمع الطيب المشهود لهم بالحسن والجود والرقي. وخير ما نستهل به جلستنا آيات الله الخالدة في قرآنه العربي الحكيم، لتبارك لنا غاياتنا وتنشر بيننا السلامة والمودة والرحمة والوحدة. مع القارئ الدكتور عمر البرسان، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. ولفرحتنا بأول ذهبية تحصدها المملكة الأردنية الهاشمية في الأولمبياد، ازدادت الفرحة أكثر حين رفع علم الأردن خفاقا في سماء ريو دي جانيرو، مرفرفا على ألحان نشيدنا الوطني وسلامنا الملكي. أما في سماء الأردن فلا ننهي بالسلام الملكي، بل نبدأ به لنستمد من كلماته وألحانه القوة على الارتقاء وبلوغ القمم. والآن نقف إجلالا للسلام الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية. في بلدنا الحبيب انصهرت الجغرافيا واجتمعت العقائد على حب الله والوطن، وأنبتت أرضنا قمحا وشعيرا ورجال، رجال الرجال ينصتون إلى الرجال، حملوا هموم الوطن على عاتقهم وتحاملوا على الشدائد والمصاعب والمحن لينهضوا بأردننا الحبيب نحو العلا. تغيرت المناصب أو زالت، بقي هم كما هم، أردنيو الولاء هاشميو الانتماء، أقرب إلى البسطاء. ويشرفنا اليوم رجل من هؤلاء الرجال، تبوأ العديد من المناصب ولكن مضمونه بات كما خلق، وطنيا نقيا طهورا، دولة الأستاذ طاهر المصري. حللت أهلا ووطئت سهلا. ولكن يسعدني وجودنا جميعا ها هنا في هذه البقعة الأردنية الطهور، مرتع الأحرار والوطنيين، والمزدانة لمن فيها من رجال أفعالهم سبقت أقوالهم، كيف لا، وهم من أخذوا بنهج من سميت قريتهم على اسمه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. أبناء عشائرنا الأردنية ذات التاريخ المزين بالشرف والإخاء والصمود، أهل الكرم والجود والعز. ويحصرنا هنا نشمي من نشامى هذا الوطن، رجل عرف بطيبه وأصله بينكم جميعا وبين الأردنيين عموما بشكل خاص. اسمحوا لي بأن أرحب بالشيخ صالح الحراشي أبو رعد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً نرحب بالضيوف الكرام، 100 أهلا وسهلا بالجميع. فاسمحوا لي أن أقرأ على ما سمعتم هذه الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، له الصحبة أجمعين، محمد بن عبد الله النبي العربي الأمين. دعا
الدولة الطاهر المصري حفظه الله ورعاه. الحضور الكريم من شيوخنا ورجالنا المخلصين، ميت أهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم فردا فردا، وأنتم كل واحد منكم يمثل ربعه، وكلنا ربع واحد، وكلكم قامات وهامات، وتنحني لكم الرؤوس، فأهلا وسهلا بالجميع. دولة الأخ الحبيب، الأصدقاء، الأهل من الشيوخ والمخاتير ووجهاء عمان الدائرة الثانية، الذين بهم نسند الظهر وبهم تنحني الهامات لهم جميعا إن شاء الله. نخوة الرجال بالرجال والفرسان بالفرسان، كي ندعم ونؤازر أخوننا وابننا الصحفي الأستاذ عمر كلاب، مرشح عن الدائرة عمان الثانية التي تعرفون همومها أكثر مني، وعن منطقتنا التي انحرمت من نائب يمثلها منذ عودة الحياة البرلمانية إلى وطننا الحبيب. ونأمل هذه المرة أن يكون منا نائبا يحمل همومنا ويحقق مطالبها ويرفع من شأنها، ونحن جميعا نعرف أن أخونا الصحفي عمر كلاب قادر على ذلك، وهو الجريء الشجاع في الدفاع عن البلاد وسيد البلاد ومولاي حضر صاحب الجلالة عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. وعرفنا صوت الحق وللوطن يحمل فكرا نيرا ولسانا جريئا وقلبا مؤمنا بالله والوطن وعبد الله قائد الوطن، وأننا اليوم نناشدكم الفزعة ونعاهدكم على الوفاء بالوفاء والعهد بالعهد والتحقيق الأمان وتطلعات، نناشدها جميعا كي تكون منطقتنا حاضرة في البرلمان القادم إن شاء الله. شكرا لكم تشريفا، وشكرا للأخ الحبيب دولة الطاهر المصري على حضوره ودعمه، وشكرا لله على نعمة الأمن والأمان بهم جلالة الملك عبد الله والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. الحضور الكريم، أهلا دكتور. انصهار الجغرافيا لم يأتي مناطقيا فقط، وإنما تعدى ليشتمل على الأصهار والأنساب، واستقطب وادي القطار قرية خالد بن الوليد بتاريخها وجغرافيتها الوعرة كل من تستهويه روح الفرسان. فجاء خيالا من بئر السبع المحتل ليصادق بخيله أحلامه وطموحاته اللامحدودة، رجل ذو نكهة خاصة وأصالة نادرة كما خيوله التي يحب. مضيافنا الكريم وفارسنا الأصيل الأستاذ يوسف أبو ناموس أبو محمد، فليتفضل مسؤولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الأستاذ طاهر المصري المحترم، السادة الحضور من شيوخ وجهاء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء الوطني الذي نلتقي فيه وجوه الخير في وطن الخير الهاشمي تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، فأهلا وسهلا بكم جميعا في منطقة وادي القطار التي تجمع كل الأحبة ولا تفرق في مهرجان مؤازرة مرشحنا الصحفي عمر كلاب ابن منطقتنا، على أمل اللقاء مجددا بكم والنجاح حليفنا يوم 29 القادم إن شاء الله. دولة الأخ الحبيب، الحضور الكرام، نجتمع اليوم لمؤازرة مرشحنا عرفناه في منطقتنا منذ كان طفلا شابا ثم أبا وأخيرا مرشحا للانتخابات، ولم يتغير عن حب هذه المنطقة وأهلها، ولم يبدد في ولائه وانتمائه لتراب الأردن وقيادته الهاشمية. لذلك نحن معه كما كان معنا، نبادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء حتى تحقيق الفوز إن شاء الله. إن هذه المنطقة دولة الأخ والحضور الكريم على وجعها من أجل عيون الوطن وقيادته، وهي الآن تسعى بجد إلى إيصال نواب يعرفون وجعها ويملكون الدواء لآلامها. فكان خيارنا أن نقف مع الذي رسم بقلمه أوجاعنا كي يضعها تحت قبة البرلمان، فنحن نريد صوتا وقلما، ولهذا ندعمه ونطالب كل الخيرين بدعمه، وهو المثقف الوطني والسياسي اللامع والصحفي القدير حتى
حتى تتخلص المنطقة من نواب المقاولات والتجارة والخدمات. دولة الأخ الكريم، السادة الحضور الكرام، نسألكم وأنتم الكرام دعم مرشحنا عمر فلاب والوقوف خلفه بقوة حتى تحقيق الفوز والنجاح، ولكم منا الوعد والعهد أن نبقى الأوفياء لدعمكم وللوطن ولقيادته الهاشمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور الكريم، في تدافق الكاميرات حولنا وغميض أضوائها، نستذكر دور الإعلام في حياتنا بشكل عام، سواء على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي أو الصعيد السياسي بشكل خاص. السلطة الرابعة تتشارك والثلاث الأخريات بدورها نحو تنمية المجتمع الأردني وتطوير أدواته التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن يقع على عاتقها الدور الأبرز في إظهار الحقيقة وبسط الرقابة وكشف المستور. والدمج بين الدور الإعلامي والتشريعي يأتي متناسقاً وموافقاً لحاجيات ومتطلبات المرحلة الراهنة. والأقلام الشريفة الجريئة لا تحتاج إلى الحبر فقط، وإنما إلى أذرع تحملها لتصدر فيها الحقوق المشرعة والمكتسبة لأبناء الوطن الواحد. وبشهادة مجروحة، ليس كابن وحسب، وإنما كطفل عاصر رجلا حرا من شبابه إلى شيبه، وحتى امتلأ الطفل طولا وعرضا. الصحفي الحر، الشاب الشايب ذو القلم الجريء والروح الأجمل، عمر كلاب فليتفضل مشكورا. أقول دولة ونشأة أصعب شيء إنك تربي ومسلم أحسن منك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا بد أن أنسب الفضل لصاحب الفضل، فشكرا لمعزبينا الكرام الشيخ يوسف أبو ناموس والشيخ صالح الحراش يا أبو راعي، فلهم منا جزيل الشكر. دولة الأستاذ طاهر المصري، الحضور الكريم، وكلكم قامات وهامات، لا أستطيع أن أسمي أحدا حتى لا يخذلني القول فأنسى هامة أو قامة من هاماتكم، وكلكم أصحاب فضل علي بتشريفكم هذه الليلة إلى أول لقاء للحملة الانتخابية بضيافة أخونا يوسف أبو ناموس وبضيافة الأستاذ الشيخ أبو رعد الحراشي، لأنه مزعل من كلمة أستاذ أبو رعد. احنا طلاب بمدرستك. لا يا سيدي، الله يطول عمرك. هذه المنطقة دولة الأخ والحضور الكريم هي ملخص للأردن، هي حالة مصغرة عن الأردن مجتمعا. هنا تجتمع الوحدة الوطنية بأرقى أشكالها، هنا تجتمع الوحدة الدينية بأرقى أشكالها، هنا يرسم الأردن كما هو نقيا بهيا طاهرا، حينما منحته اللغة العربية أنبنته على الضم. فالحمد لله أننا نعيش في وطن مبني على الضم، لا على الكسر ولا على الفتح. ونسأل الله أن يبقى هذا الوطن عزيزا كريما تحت راية قيادته الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله حماه الله. قد أكون أقلكم في معرفة همومي ومشاكل المنطقة، ولكن القدر أوكل إلي مهمة بعد أن كانت موكولة إلى صديق آخر آثر أن ينسحب من الترشيح وأن يقدمني عوضا عنه، فشكرا أبو رعد الحراحشي الذي كان مرشحا عن هذه المنطقة ثم أوكل إلي المهمة. وأسأل الله أن أكون على قدر طموحك وأحلامكم. هذا ليس برنامجا انتخابيا وليس حديثا انتخابيا، هذا إقرار حالة أننا في هذا الوطن لا نستطيع أن نعيش ولا نستطيع أن نستمر ولا نستطيع أن نتقدم إلا بالوحدة الوطنية، إلا بدولة المواطنة، إلا بدولة تحفظ حقوق
وتلبي طموحات واحتياجات كل مواطنيها. فنحن نسعى إلى دولة المواطنة، هذا هو الشعار الرئيس الذي نتحدث فيه، دولة المواطنة التي يقف فيها الجميع أمام القانون سواء، لا فضل لأحد على أحد. في دولة المواطنة يتحقق الشرط الأهم الذي يمكن أن نسير فيه إلى المستقبل رغم كل النيران الملتهبة التي تحيط بنا. هذه الدولة التي تحفظ كرامة وحقوق المواطن، وبالمقابل يقدم المواطن الواجبات الموكولة إليه أو المفروضة عليه كلها عن طيب خاطر إلى الدولة. لا يشعر أي مواطن بأنه حين يقدم ضريبة أو خدمة أنه يقدمها في الفضاء أو يقدمها عنوة عنه، أو لا يتلقى بالمقابل خدمة مقابل هذه الضريبة. نحن نعلم أن ميزانية الدولة تتحقق من الضرائب، ولكن يجب أن تعود هذه الضرائب على شكل خدمات إلى المواطن الأردني. وللأسف في هذه الدائرة كل الضرائب التي ندفعها لا تعود لنا على شكل خدمات. وكلكم يعلم أن سعر ترخيص المتر في مناطق عمان الثانية هو نفس سعر ترخيص المتر في عبدون ودير كبار. طب اعطونا الخدمة اللي في عبدون ودير كبار وخذوا منا اللي بدكم إياه، أو أخصموا عنا شوية ضرائب. لا يجوز أن ندفع ضريبة لا نتلقى خدمة مقابلها. يعني بدل أن نكون سكان هذيك المناطق. هذا مسألة مهمة حتى يشعر المواطن بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. لا يمكن أن تبقى المناصب السياسية بالتوريث، لا يمكن أن تبقى هذه الدائرة الكبيرة التي يزيد تعداد سكانها عن المليون بنفس درجة يعني الخدمة المتردية وحجب النظر الحكومي عن الكفاءات الموجودة فيها وعن تمثيلها في المناصب الرسمية والمواقع السياسية العليا بما يليق في هذه المنطقة. لسنا أقل من غيرنا ولسنا أفضل من غيرنا أيضا، ولكن نشعر بأننا يعني نحتاج إلى مزيد من المناصب العليا لوجود الكفاءات. ولا أقول مناصب عليا لأنه يعني في عنا العشيرة الفلانية، كل عشائرنا في هذه الدائرة كرام، ولكنها عشائر مليئة بالكفاءات. فإذا أرادت الدولة أن تتعامل معنا على مستوى الكفاءة فنحن أهل لذلك، وإذا أرادت أن تتعامل معنا بالمنطق العشائري فنحن أيضا أهل لذلك. في كل المستويات نحن أهل لذلك. هذه الدائرة وهذا الجزء من الدائرة تحديدا يعاني دوما من الحرمان، طبيعة الديموغرافيا، طبيعة الانتخابات، شكل الانتخابات. لم ننجح في إيصال دولتك أي نائب من منطقة النصر والحرش وجبل النصر، أو خلينا نقول منطقة النصر تبعا لتقسيمات أمانة عمان، ما نجحنا نوصل نائب. أتمنى في هذه الدورة أن ننجح في إيصال النائب بدعمكم وبهمتكم وبسندكم. لن أطيل كثيرا، ولكن بقي مفصل وحيد آثرت على نفسي أن أتبناه، لأن هذه الدائرة كما قلت هي صورة مصغرة على الأردن. لا يمكن أن يبقى في الأردن وتحت الراية الهاشمية وفي سماء هاشمي احتضر كل العرب أن يبقى حملة الجوازات المؤقتة من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية محرومين من الحقوق المدنية الكاملة. مش معقول في 2016 قاعدين بنحكي الغزاوي بسجل أرضه باسمه ولا بسجل أرضه باسمه، بسجل بكم ديزل ولا بسجل بكم بنزين. هذه قضايا أعتقد تجاوزناها تحديدا، ونحن في عالم يحيط فيه النار من كل جهة. ماذا سنقول لحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة؟ إما أن يذهبوا إلى الإرهاب وإما أن يذهبوا إلى المخدرات حتى يستقيم الوضع وتكون هناك حياة آمنة وسلم أهلي وسلم مجتمعي. يجب أن يحذو كل حملة الجوازات المؤقتة سواء من الضفة الغربية أو من قطاع غزة بحقوق مدنية كاملة، حتى ما حدا يقول يعني توطين وتجنيس، لا، بدنا حقوق مدنية كاملة. وبعتقد هذا مطلب عادل وبسيط، واعتدنا على مكرمات قيادة هذا البلد، واعتدنا على احتضان قيادة هذا البلد لكل العرب.
فلا نريد أن نقف يوما ونقول أتراها ضاقت على أهل غزة وأهل الضفة، وأنتم تعلمون مستوى العلاقة بيننا وبينهم، هم أهل لنا ونحن أهل لهم. لا يسند فلسطين إلا الأردن، ولا يسند ظهر الأردن إلا فلسطين بدولة مستقلة متصلة.